يشوفني يقول هذا استسلم وفقد كل الناس اللي حواليه. لكن الحقيقة إني فقدت نفسي، ومثل ما يقولون النفس لوامة. شو النجاح بالنسبة لك؟ ما أدري شو أقول لك. أنت شو تشوف؟ معك شخص ناجح ويبغيك توصل لطريق النجاح. ممكن تقول لي كيف؟ الموقع ند الشبه، شخص معاه سيجار P001. هذا ما عنده سالفة، شكله متأثر من مسلسل الحبار. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. أغلبنا شفنا مسلسل الحبار وكيف بدل حال لحال، لكن اللي صدمني قول يل لام، هذا لو قلتها صح. كلنا نحلم بالملايين في حياتنا، نكون أحسن، نشتري وناخذ ونعطي ونسوي خير للناس. كنت أقول في نفسي إن العثرات اللي في حياتي مرة تنسين، وبي اليوم اللي أشوف النور في حياتي، لكن للأسف حتى النور ما شبر عندي. That I just can't seem to shake, and everything I know tells me that I should walk away, but I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away, let her go. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past life. Thank you.
شخص ناجح ها؟ والله تضحكوني انتو. انت شفت شكلك؟ لا تتحران اني استهين فيك، تراني قبل كنت مثلك. شوف انا وين، شوف انت وين الحين. طيب شو المفروض مني اسوي دام الموضوع فيه فلوس؟ الحياة تعطينا فرص، لكن أنا متأكد أن الفرصة اللي تنعطى لي دائما فيها عقبات وصعوبة تخليني أتنازل عنها. وأكبر مثال نواجهه في حياتنا البنوك والعقارات والكثير من الأشياء اللي تغرينا وتخلي الشخص يعيش أفضل حياته، وبالتالي تصير حياته عبارة عن قمامة الكل يبتعد عنها. شو صار بخصوص الموضوع؟ لأن المسؤولين اللي عندي يطالبون آخر تطورات ونحن متأخرين. P001 اليوم راح تلتقي مع شخص وتقدر تفهمهم إن الموضوع كله انتهى وخلصت كل الإجراءات. كان المفروض مني أقدم لك الشخص قبل، ولكن تعاملت مع العميل بطريقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وياك الأخت آمنة من بنك الجودة. هلا أختي آمنة. أخوي عمر، بخصوص المستحقات اللي عليك، صار لنا 5 شهور نتريى منك شيء والحين ما في أي خبر منك. ما عليه، إذا تسمح لي أخذ من وقتك دقيقتين أفهمك إن هالموضوع ترى وايد كبير. أخوي أنت تعرف إن عليك تراكمات وايدة. أغلب الناس تعاني من موضوع البنوك والإغراءات اللي تخلينا نشوف إن البنك هو النور اللي يفتح لنا الأبواب كلها، ولكن من دون خطة تشوف نفسك في دوامة كبيرة تكره كل شيء يصير معك، وصعب انك تبدأ من جديد تبني في نفسك. الو الو اخوي عمر تسمعني؟ الو والله عندنا مشوار طويل. نشوف الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شو يبا؟ أنا في مشكلة داخل بنغلاديش، بجاب في مستشفى. شو يبا؟ فلوس أنت يعني؟ أيوة. والله شوف. 5 درهم 10 درهم. اسمع اسمع.
كله سمسم، نفرات كله سمسم، 5 مني 10 مني 20 مني، انت اخر شهر في راتب مال المدير كبير، كله كذاب نفر هذا. ما في والله، انا ما في كذاب الله معلوم لا لا ما في فلوس، ما في ما في يعني. والله يخليها كذا. شكرا شكرا، فلوس ما في، ما في فلوس. لا لا شكرا، السلام عليكم. خلاص كلام زيادة، ما في فلوس، ما في. يلا والله كسر خاطري يا اخي، بيات تعال 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 يا ولد، بس بس हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो। खलनी अतसल الو، هلا احمد، هلا هلا، ايش حالك؟ الحمد لله تمام. اقول لك ليش متحمس؟ شوفي ايه، جهز عمرك الساعه 8:30 بنطلع. اوكي يا، وين بنصير عاد؟ في موضوع بس ابيك وياي. يلا زين، اوكي فوقه. يلا اوكي، يلا باي باي باي. خلني اتصل لسيفو. سيف سيف سيف. هلا سيف، ايش حالك؟ هلا هلا، كيف حالك؟ علومك الحمد لله بخير. والله والله اليوم ابيك تطلع معي. وين بنطلع؟ كل يوم نطلع يا ريال. ما عليك، انا بلتقي معاك وبنتفاهم وبنسير. اوه يلا خير ان شاء الله. اقول لك احمد بيكون ويانا. احمد؟ هي هي هي، احمد احمد. يا ويحل احس يا اخي، شو تبغى منه؟ ما عليك ما عليك يا الحبيب، بنلتقي ان شاء الله. يلا زين، ما عليك، يلا بمر عليك. اوكي يلا، ترياك ترياك، باي. میرا درد بھی میری عاشقی اب تم ہی ہو بغیر القميص مبعيبني الاحمر احس انا احس يا عميل P003، هالموضوع فهمتك اياه من قبل، هالشي خارج ارادتي، وفوق هذا راح تحاسب عليها قانونيا. هذه مو مشكلتي، وانتي تعرفين كيف ساعدتك قبل، واذا بتتكلمين عن القانون ترى انتي اول انسانه كسرتي القانون ولجأتي لي يا امنه. لكن كيف اسلمك ملف الاستاذ عمر، او حتى اكشف لك عن اي معلومات خاصه عنه ولا عن اهله؟ بطيح في مشكله كبيره، ولا تنسى اني انا مديره بنك، وهالشيء يخالف قوانين البنوك. أرجوك افهمني. بختصر لك الموضوع وبعطيك إياه من الآخر. الملف أبغيه اليوم، ولا راح أتصرف بطريقتي، وانت تعرفين إذا تصرفت بطريقتي شو راح يصير يا عميل P008. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
وياك الأخت آمنة من بنك الجودة. هلا أختي آمنة. أخوي عمر، بخصوص المستحقات اللي عليك، صار لنا 5 شهور نتريم منك شيء والحين ما في أي خبر منك. ما علي، إذا تسمح لي أخذ من وقتك دقيقتين أفهمك إن هالموضوع ترى وايد كبير. أخوي أنت تعرف إن عليك تراكمات وايدة، وصار لنا فترة نحاول نتواصل وياك لكن مع الأسف ما في أي تجاوب منك. أنت تعرف إن إحنا مضطرين نأخذ إجراءات قانونية ضدك، لأن سياسة البنك تنص على إن أي عميل ما يدفع 2 شهر من الأقساط بيتم محاسبته بالقانون، وأنت آخر شيء تبغى إن يوصل الموضوع للمحكمة. حاول تتلاحق على عمرك. ألو؟ ألو؟ أخوي عمر؟ تسمعني؟ ألو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الأعمار بيد الله، وإنك تؤمن بقضاء الله وقدره هذا ركن من أركان الإيمان. الطريق اللي سلكته كان سبب في موته. مات يا عمر، عمر مات، افهم. منو مات؟ منو يعني مات؟ أحمد أرجوك مو بوقتك. صدق إنك الحمار اللي مات، الحمار اللي مات. الحياة تعطينا فرص وعمر جديد، ويمكن الطريق اللي سلكته يكون طريق نجاحك، ويمكن يكون طريق الموت. والطريق نفسه فيه صعوبة ولازم تتداركه قبل لا تتدارك وتنهيك مثل
الطريق السريع. Shots to get your steps right. It's crazy how the money make the lies feel like the truth. And everybody phony, you just do not have the proof. I jotted on my pad and recorded in the booth. I don't need a shrink, just press record and let me loose. I'm trying to separate all the emotions that I'm guarded with. I'm getting mixed emotions from the people that I started with. Feeling like it's fake love, only for the sponsorships. Scratch them off the dean's list, cancel all the scholarships. We got trust, we ain't got shit, nigga, that's on the gun. You, but tell me, would you do the same? Niggas will kill for you, steal from you, keep a straight face. Don't let a snake invade your circle, keep a close space. And if you my dog, then why you think I can set you up? You ain't really my dog if you ain't gon' speak up. One thing that's gon' happen is we probably gon' knuckle up. But you my nigga, no matter who in the scuffle, bruh. It's a different kind of vibe when you dealing with your real guys. Only day ones, just the ones that's full life. Stepping on some big necks, never cap and stay light. Please don't make me slide, nigga. Shots to get your steps right. It's crazy how the money make the lies feel like the truth. And everybody phony, you just do not have the proof. I jotted on my pad and recorded in the booth. I don't need a shrink, just press. لو بغيت تصير مثلي لازم تقتل أحد وتصير بي 010. Feeling like it's fake love, only for the sponsorships. Scratch them off the dean's list, cancel all the scholarships.